بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، سعدتم مساء حقيقة. مقدما شكرا إلى مركز الرافدين لإقامة هذا الحوار البناء واللي أنا أشترك فيه للمرة الثانية، مع ملاحظة أنه أسلوب الحوار بطريق الحلول أيضا وليست النقد أو ما إلى ذلك. ما يخفى للجميع أنه بعد ما مرت بالأوضاع الأمنية من انتفاضة تشرين وما آلت إليه الأمور، تمخضت عن ولادة حكومة كان هدفها محدد هو هيبة الدولة وإجراء انتخابات مبكرة. لذلك عمدت الدولة أو الحكومة إلى تبني سياسة أمنية وعسكرية خاصة حتى تحقق المهام اللي انطتها ضمن البرنامج الحكومي أو المنهاج الوزاري. بدءاً ما يخفى على الجميع أن منظومة الأمن والدفاع هي منظومة عانت الكثير والكثير، قد تحول النظام من الشمولي الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، حل الجيش، أيضاً بناء الجيش وفق معطيات المرحلة اللي كان موجود بها الوضع، بني جيش مناطقي قومي على أسس قومية أو أسس طائفية وما آلت إليه الأمور، بعد سقوط بعد القاعدة ودخول داعش وكل المجريات هاي تم نصبها علينا. لذلك السياسة الأمنية رغم التحديات الموجودة اللي تم وضعها قدرت أن تنهض بمرتكزات أساسية. المرتكز الأول هو تحديد المسؤوليات والمهام والواجبات. المرتكز الثاني فعلنا الاستخبارات. المرتكز الثالث اعتمدنا صيغ متقدمة في كشف الجرائم الجنائية والإرهابية. والمرتكز الأساس هو تخطي الروتين ومد جسور مع المواطنين. من جملة أحد الأهداف اللي أنا نحقق فيها هيبة الدولة هو السلاح المنفلت، وهذا ملف حقيقة كبير وشائك. بعد سقوط النظام برز بشكل واضح. شلون برز بشكل واضح؟ إنه مستودعات الجيش من الأسلحة والأحتدة والذخيرة وحتى المتوسط والثقيل تركت بعد حل الجيش وأصبحت متداول بيد المواطنين وكل طبقات المجتمع. هذا التداول قد ولد فد أزلام النظام السابق من استغلال أغراض خاصة، بعدين برزت القاعدة، بعدين أجا داعش وما إلى ذلك، ولا نزال نعاني. وهناك لجنة مشكلة بموجب الأمر الديواني. أيضاً الحكومة فتحت هذا الملف وبدأت تفعيله بشكل كبير جداً، ملف الدقات العشائرية اللي قسم من السلاح اللي تكلمنا عنه وقع بأيدي طبقات المجتمع كافة استخدم أيضاً، وكذلك تدخلت الحكومة مع مجلس القضاء الأعلى واعتبرت الدقة العشائرية أنه كوفق مادة 4 إرهاب، وعملنا على هذا الأساس. لذلك هذه الملفات كلها يجب أن نضعها نصب الأعين. نأتي إلى الملف الأول، هو ملف اللي مهم جداً، الانتخابات. ها هي الحكومة اليوم تقطع العهد على نفسها وأوفت بالانتخابات المبكرة، وتم تحديد 10/10 موعد للانتخابات المبكرة. شوي بس المايك قرب، شوي قرب المايك. 10/10 هو موعد للانتخابات المبكرة. التحديات اللي واجهت الحكومة هي الملف الاقتصادي، وما يخفى على الجميع كان أنه جائحة كورونا وانهيار
أسعار النفط، ووصلنا إلى مرحلة قد وصلت الحكومة أنه آخر 3 أشهر عجزت عن دفع الرواتب، لذلك عدت الورقة البيضاء بعد جهد كبير وعناء ودراستها بمجلس الوزراء ورفعها إلى مجلس النواب والتصويت عليها، قدرنا أن نجتاز الجانب الاقتصادي. أيضاً الجانب الصحي معروف للجميع أنه كان هناك من يدعي الكثير ويتحدث بوجود انهيار صحي في العراق. لله الحمد أيضاً الحكومة قدرت أن تجابه هذا الملف بعلمية عالية وبمهنية من قبل الوزارة المختصة والوزارات الساندة، وقدرنا أن نسيطر على الموقع. نعم صارت بعض الحالات اللي قد يتحدث عنها الكثيرون أنه ما حدث في مستشفى ابن الخطيب ومستشفى بس معالي الوزير ما عندنا هواي وقت، خلينا بالأمن الانتخابي حتى ننتقل للملف بعد ملف الاغتيالات، لأن 10 دقائق راح تخلص. الأمن الانتخابي حقيقة نطمئن أولاً كل الأخوان في الكتل السياسية بأنه ستكون القوات الأمنية على مقربة من قبل كل الكتل بخط واحد، عدم الانحياز، ومن يتوقع هكذا فهو خاطئ. لماذا؟ لأن تم تعديل الولاء الوظيفي في كل من المؤسسات الأمنية، إضافة إلى تفعيل القضاء في هذا الجانب، تم إعداد خطة أمنية عليا من قبل اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، واستخدمت بها أكثر موارد وزارة الداخلية باعتبار تكون بتماس مع المراكز الانتخابية، وتم إجراء عدة ممارسات، تم إجراء طيلة الفترة المنصرمة رغم أنه هناك من يدعي أنه تتأجل الانتخابات، القوات الأمنية بقت على نفس العزيمة والوتيرة واستمرت في متابعة الخطط تحديثها. اليوم اللجنة الأمنية مجتمعة في محافظة ذيقار لمناقشة الخطط في ذيقار والبصرة. إذن ستكون الخطة الأمنية تشمل كل التحديات لمنع التدخل المباشر وغير المباشر في مراكز الانتخابية وخلق بيئة آمنة للمواطن أن يأتي للإدلاء بصوته بعيد عن السلاح أو المال السياسي. يعني معالي الوزير في هذه النقطة بالتحديد بماذا ستختلف الخطة الأمنية في هذه الانتخابات عن انتخابات العام 2018؟ أعتقد الخطة الأمنية يعني هل ستحمون الصناديق من الاحتراق؟ هل ستحمون الناخب من الوصول بأمان؟ هل ستمنعون مظاهر المسلح في يوم الانتخابات مثلا؟ إذا تسمح لي، أولاً القوات الأمنية أصبحت لديها الخبرة في السنوات المنصربة من خلال الانتخابات اللي جرت تارة تحت وطأة داعش أو تحت وطأة الميليشيات الخارجة من القانون أو تحت وطأة الإرهاب. أما الآن في هذه الفترة فهي اختلفت الكثير والكثير. أولاً تم تهيئة رجل الأمن بصيغة مهنية للانتخابات بأن يدلي بصوته بمهنية عالية، يعمل بمهنية وفق القانون. تم توقيع اتفاقية مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بينه وبين وزارة الداخلية في بدء الأمر، دعمناهم بكل المعلومات اللي يحتاجوها من النظام الموجود عندنا لاستفادة منها في النظام البيومتري. أيضا تعهدت وزارة الداخلية بالمساهمة من نقل موظفي المفوضية بإيصال البطاقة الانتخابية إلى كل المراكز الانتخابية وكل الناخبين في أطراف المدن والقصبات وما إلى ذلك. أيضا تعهدت بمنع التدخل بالانتخابات لأي جهة كانت. تحدثت عن تفعيل الجهد الاستخباري في هذه الحكومة. الاغتيالات ما زالت قائمة وإن كانت بصورة فردية، الخطف ما زال قائما. وين المشكلة في هذا الملف؟ غير قادرين، لو قادرين وما نريد نعلن، لو أكو جهات ما نقدر نمسها. يجب أن نفصل بين الجريمة الجنائية والجريمة الإرهابية. أكو جريمة جنائية، إذا نريد أن نقيم الوضع الأمني في أي محافظة وفق 5 معطيات، تجي الاغتيال أو الخطف، القتل أو القتل العمد، السطو أو السطو المسلح، ثم تأتي الجريمة الإرهابية في الأخير. هذا التقييم. إذا نأتي إلى الجرائم اللي معظمها تصير، يعني أحكي لك في حالة معينة بس باختصار، دائما المناشدات اللي تطلع بالإعلام غير الحقيقة هي. أضرب لك مثل،
قبل شهر صارت جريمة جنائية في أحد الأحياء في بغداد. راح ضحيتها مجموعة، ما أريد نجيب مسميات. البارحة استجد حالة بها، هي في الحقيقة كلها قضايا مجتمعية ثأرات، وتكتشف أي جريمة جنائية بعد 4 ساعات، تكتشف أي جريمة خطف تكتشف بعد 4 ساعات. الآن ماكو جريمة ما مكتشفة، لا تصدق عادة يمكن حالة أو حالتين من اللي صارت الخطف اللي في بادئ الحكومة قبل أن عد السياسة الأمنية مع الوزارة أو السياسة الأمنية مع الحكومة. كل الجرائم مكتشفة، استخدمنا كل التقنيات الحديثة بها وقدرنا أن نصل إلى الجنات، قد قسم منها لأمن التحقيق وسلامة التحقيق ما نعلن عنها، لأنه قد مشتركين فد 4 أو 5 بعملية خطف وقتل غامض. وصلنا إلى شخص جبناه، بقوا 3 أشخاص، قد تعلن لما تكتمل كل خيوط الجريمة. أما لا تصدق أكو ملف مال حالة خطف أو اغتيال ما مفعل وما محرك. بالآونة الأخيرة ملف المظاهرات إذا تسمح لي نقل إلى القضاء، وشكلت لجنة قضائية خاصة لمتابعة هذا الملف بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والآن ماشية كل التفاصيل بالاتجاه الصحيح.